يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. ست ساعات كانت مده الرحله اللي قطعتها فرقتنا عشان توصل للنايجر عشان تستعد ان شاء الله لمقابله سوني ديب بطل النايجر يوم الاربعاء ان شاء الله في بدايه مشوار الاهلي في نسخه جديده من بطوله دوري الابطال، نتمناها نسخه ناجحه ونتبنى اضافه الرقم 10 او النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. على فكره وصلنا للنجمه العاشره ده مش بس الحقيقه هيكون انجاز في حد ذاته ان احنا نكون بننفرد ب10 القاب، لكن ده معناه ان احنا كمركز اول من حيث عدد القاب بطوله دوري الابطال بنعتبر قد الفرقتين اصحاب المركز الثاني والثالث. يعني احنا الحقيقه يمكن وزي ما حضراتكم شايفين اللقطات اللي على الهواء دلوقتي ده بدايه مران النادي الاهلي اللي ابتدى يمكن من حوالي نص ساعه تقريبا وهيستمر على مدار الفتره اللي جايه، وهنتابع طبعا الفرقه على مدار التدريب بتاعها النهارده ونطمن على كل اخبارها. وخليني ابتدي الحقيقه من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي كان حريص على انه يتصل بسيد عبد الحفيظ مدير الكوره عشان يطمئن على بعثة الفريق الأول لكرة القدم أول ما وصلت للنايجر بهدف طبعا مواجهة سوني ديب بطل النايجر في دور الـ 32 من دوري الأبطال. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال أنه الكابتن خطيب حريص على متابعة أخبار الفريق وحريص على الاطمئنان على حالة كل اللاعبين وكل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وتمنى السلامة لكافة أفراد البعثة وانه ان شاء الله باذن الله طبعا يكون التوفيق حليف لنادي الاهلي في بدايه مشواره بالبطوله اللي توج بلقبها للمره التاسعه في تاريخه. الحقيقه يمكن مجلس اداره كابتن محمود الخطيب كان قام بتكليف سيد عبد الحفيظ بتولي رئاسه البعثه بدلا من محمد الضماطي عضو مجلس الاداره بعد ما تعرض للاصابه بفيروس كورونا، ونتمنى له طبعا الشفاء العاجل والف سلامه عليه. ووصلت البعثه زي ما قلت لحضراتكم مساء امس وبتخوض او بيخوض الفريق المران الاول النهارده استعدادا للمباراه المفترض انها هتتلعب يوم الاربعاء على استاد الجنرال سيني كونشي في العاصمه نيامي.